فكرنا مع بعض في الاحتياجات اللي ممكن تكون عند اي حد فينا بصفتنا يعني من كائنات حية. العلم بيقول لنا انه في نوع من الاحتياج بيسموه احتياج بيولوجي، احتياج مادي لامور معينة زي الاحتياج للاكل، الاحتياج للشرب، الاحتياج للجنس، حاجات تتعلق بجسمنا. وفي نفس الوقت في احتياجات نفسية زي الاحتياج للحب، الاحتياج للأمان، الاحتياج للتقدير، الاحتياج للاحترام. لما الإنسان يشعر بهذا الاحتياج بيطلب، لما يجوع بيطلب الخبز، لما يعطش بيطلب أنه يشرب. كمان التعبير عن هذا الاحتياج لما يجي بالطلب بيبقى متوقع الإنسان استجابة الطلب ده. احنا النهاردة هنقف قدام قصة عن امرأة كان عندها احتياج وطلبت شيء من الرب يسوع، وطلبت بثقة وبإيمان ان هو فعلا يسمع ويستجيب ليها. واللي حصل انه الرب قال يا امرأة عظيم إيمانك، إيمانها نجح في الامتحان. علشان الكتاب المقدس بيقول لنا امتحنوا انفسكم، هل انتم في الإيمان؟ جربوا انفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. ناس كتيرة قوي فاكرة إن هم مؤمنين، وطالما إن هم مش من الناس اللي بتقول مثلا ما فيش ربنا يبقى هم مؤمنين بربنا ومؤمنين بالحاجات اللي بيقولها في كلامه، يبقى هم مؤمنين. فرصة لكل واحد النهاردة بالمقارنة اللي هنعملها مع إيمان المرأة دي يشوف هل أنا إيماني ممكن ينجح في الامتحان؟ خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي سور وصيداء. خلوا بالكم، سور وصيداء خارج حدود اليهودية، يعني الناس اللي عايشة هناك من الأمم مش من شعب ربنا في الوقت ده. وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنته مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني. فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. القصة دي زي ما قلت لحضراتكم هنشوف ثلاث صفات للإيمان اللي بينجح في الامتحان. الإيمان اللي الرب يسوع يقول له ده إيمان عظيم، الإيمان ده ليكن لك ما تريدين، الاحتياج اللي عندك هيتسدد. أول صفة هو الإيمان للإيمان اللي ينجح في الامتحان إن يكون إيمان واثق ومثابر. لما يكون في احتياج لازم الشخص يعترف بهذا الاحتياج. أنا لو مش حاسس إني محتاج للخبز مش هروح وأقف وأطلب خبز. لو أنا مش محتاج شاعر إني أنا مش عطشان مش هدور على المية عشان أشرب. في ناس في حياتهم الروحية عندها نوع من اللامبالاة أو الاكتفاء أو الاستهتار اللي فيها مش قادرة تحس باحتياجها وبالتالي تتمسك بيه وتطلبه. هل أنت تشعر إنك محتاج لله لعلاقة حقيقية حية معاه، مش لأمور دينية ممارسات تعملها وخلاص؟ لما تشعر بهذا الاحتياج وتتمسك به ينجح إيمانك في الامتحان. المرأة دي كانت مثابرة لأن كان قدامها عوائق. فوقات كثيرة قوي بيبقى عندنا احتياج ما بنقدرش نلاقيه بسهولة، إيه اللي بنعمله؟ هل بنستسلم؟ المرأة دي كان عندها عوائق. العائق الأول إنها امرأة في الوقت ده. لما شافوا تلاميذ الرب يسوع قاعد مع امرأة جم استغربوا جدا وقالوا له، يعني الكتاب بيقول لنا كده، كانوا يتعجبون انه يتكلم مع امرأة، انه كانش شيء مقبول ابدا في المجتمع في ذلك الوقت. لكن وهي امرأة ما همهاش الامر ده وراحت وسط الجمع تخطت هذا العائق. العائق الثاني ان هي مش من شعب ربنا بشكل اساسي، هي أممية، لكن ما اعتبرتش ده عائق. ولما الرب رد عليها المثل اللي كان مشهور في الوقت ده اللي هو لا يصح ان يخص خبز البنين ويطرح للكلاب، ده بيعمل مشكلة لانه ممكن الناس تفهم الفكرة غلط. بس هو ما كانش يقصد
كلام سيء، لكن كان يقصد بعض الإشارات اللي تتفهم للناس اللي عايشين في الوقت ده. يعني أنا بقول لكم مثلا لو أنا جيت قلت لحد بيمدح في ابنه أو واحدة بتمدح في ابنها وقلت أصل القرد في عين أمه غزال، محدش منهم هيزعل إن أنا قلت عليه قرد، أو محدش حتى هيحس باتهام إن هو قرد. نفس الفكرة، لا يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. مقصود بيها إنه إذا كان في حاجة أهم من حاجة فالمثل بيضرب بالشكل ده. كان ده نوع من اختبار الإيمان، هل هي بعد كده تقول لا ده خلاص مش عايز وبتاع، لكن هي جاوبته بتكملة المثل وقالت له يا سيد. والكلاب أيضا تأكل من الفتات اللي بيسقط من مائدة أربابها. يعني أنا عارفة إنه رغم ده أنا ليا رجاء فيك، أنا متمسكة بيك، ده الإيمان اللي ينجح في الامتحان. بعد كده كونها هي التلاميذ صاحوا وقعد يقولوا لها، هي قعدت تصيح والتلاميذ يقولوا يا رب يعني اصرفها وكده، عامله لنا اذى. الظروف احيانا كتير قوي بحاول اكون افضل، بحاول اتقرب من ربنا في ايمان، وانا الاقي حد يتريق عليا، حد يعطلني، مشاكل تواجهني، اروح مش مكمل، لان الايمان ده لما بيبقى مش مثابر لا ينجح في الامتحان. لكن الحاجه الثانيه ان الايمان ده واثق، عارف هي رايحه لمين. شوفوا الكلمات اللي استخدمتها، ودي احنا النهارده متعودين عليها لان فاهمينها، ارحمني يا سيد يا ابن داود واعني، وسجدت عنده. كل واحده من دول ليها معنى. لما بتقول ارحمني يعني تدرك ان هذا الاله اله رحيم، يعني هيقدر هذا الاحتياج، هيقدر الاحتياج اللي عندي، هيقدر ان انا محتاج لخلاصه، محتاج لنجاته، محتاج للمسه منه، فهيقدر يتجاوب معاه. وبتقول له يا سيد، كلمة يا سيد هنا مش اللي احنا بنستخدمها النهاردة، يعني لو سمحت يا سيد، يعني مش ده المقصود، لكن فيها نوع من التبجيل، التوقير، الاحترام، الرب كأنه رب أو لورد، يعني ده المعنى بتاعها. والدليل إنها جت وسجدت أمامه، فكان عندها هذه الثقة في الشخص، مش مركزة بس على احتياجها، لكن مركزة على الشخص اللي ممكن يسدد الاحتياج. وقالت له يا ابن داود، في إشارة إن هي كمان كانت فاهمة سلالته الملكية، وإن هو ده اللي جاي يخلص، وإن هو اللي جاي ده اللي ممكن أحط ثقتي فيه. تعالوا نختبر نفسنا مع بعض ونشوف هل إيماننا بينجح في الامتحان؟ هل إيماننا واثق؟ هل تثق ان الله النهارده يمد ايده وينتشل حياتك من كل شيء سلبي موجوده فيه، من الهلاك الابدي اللي بينتظرها؟ هل ايمانك مثابر؟ هل رغم العوائق اللي ممكن تواجهها، ورغم حروب ابليس، ورغم مضايقات العالم، ورغم الشر اللي موجود في العالم، تقدر تثابر وتواصل وينجح في الامتحان؟ اللي ممكن نقف قدامها كصفة للإيمان الذي ينجح في الامتحان، هو أن يكون هذا الإيمان فاهم وواعي. الإيمان الفاهم الواعي. في أوقات كتيرة لما نيجي نتكلم عن حاجات تتعلق بالإيمان يقول لك لا دي مش لازم تفهمها، دي تاخدها كده بالإيمان. لكن الحقيقة أن كلمة ربنا بتعلمنا انه بالايمان نفهم، بالايمان نفهم، اي ان الايمان الذي ينجح في الامتحان يساعدنا ان نفهم. والقصه اللي احنا واقفين قصادها النهارده بتاكد لينا الحقيقه دي. المراه الفينيقيه اللي اتكلمنا ازاي كان ايمانها واثق ومثابر، شرحنا تفاصيل كتيره عن الامر ده. في نقطه مهمه، ان دي ما كانتش اول مره يحصل فيها موقف مشابه. في قبل كده في انجيل متى اصحاح 8 شخص اسمه مش مذكور في الكتاب، لكن شغله كان قائد 100، يعني مجموعه من الحراس، كان روماني، وفي نفس الوقت حط ثقته في الرب يسوع انه يقدر يشفي الغلام بتاعه. وقال الرب يسوع عن هذا الشخص نفس الجمله اللي قالها عن ايمان هذه المرأة، إنه يا امرأة عظيم إيمانك،
هو كمان قال عن قائد المئة: لم أجد ولا في إسرائيل إيمان بهذا المقدار. ده معناه إيه؟ معناه أن هذه المرأة إيمانها كان فاهم وواعي للأحداث السابقة، شافت أنه في شخص كان روماني زي ما هي كنعانية، وحط ثقته في الرب، ولقيت أن الثقة دي كانت في محلها، وهذا الشخص نال تقدير من الرب على إيمانه ده، لأن إيمانها كان فاهم وواعي، خدت الخطوة دي. يمكن ده بعكس بعض الناس اللي ممكن تمر باختبارات مع ربنا وتسمع عن أمور مع ربنا، لكن تفضل بنفس الفهم البطيء أو عدم الفهم أساسا. عندنا نموذج واضح في كلمة ربنا اللي هم التلاميذ. التلاميذ الرب عمل معاهم معجزتين يتعلقوا بالخبز وبإشباع الآلاف. فمرة ما كانش فيه غير 5 خبزات وقدروا ان هم يشبع الرب، يعني لما عمل المعجزة اشبع 5000 شخص. وفي مرة كان فيه 7 خبزات فقط والرب عمل معجزة واشبع 4000 شخص. بعد الحادثتين دول مباشرة ركبوا السفينة، والرب بيقول لهم خلوا بالكم من خمير الفريسيين والصدقيين. لما قال خمير الفريسيين يقصد التعاليم الغلط بتاعتهم. وبعدين التلاميذ لما سمعوا كلمة خمير افتكروا الخبز، فقالوا ايه ده، احنا فوق المركب ونسينا ناخد معانا خبز. والرب عرف افكارهم ووبخهم، ده ايمان منجحش في الامتحان، وقال لهم انتم نسيتم ال5 خبزات والالاف اللي شبعوا بيها، وال7 خبزات والالاف اللي شبعوا بيها، جايين النهارده قلقانين عشان انتم في السفينه وما خدتوش خبز. انا مش بكلمكم عن الخبز الحرفي، انا بكلمكم عن خمير الفريسيين والصدقين. طيب احنا نتعلم ايه من هذه الصفة؟ نتعلم ان احنا لازم يكون ايماننا فاهم وواعي مجريات الاحداث، فاهم وواعي كلمة ربنا اللي هي نور لسبيلي وبينور طريقي. لكن لو خدت الايمان باحساس انه انا مش لازم افهم كل حاجة وانا مش لازم يعني اعي كل التفاصيل، غالبا لن يساعدني هذا الايمان على النجاح في الامتحان. نكمل كلامنا عن المرأة اللي كان عندها إيمان نجح في الامتحان، واتكلمنا عن الصفة الأولى للإيمان ده، إن هو إيمان واثق في الشخص ومثابر إلى أن يتم تسديد الاحتياج. اتكلمنا أيضا إن الإيمان ده إيمان فاهم وواعي لمجريات الأمور والأحداث وللإعلانات اللي بتقولها كلمة ربنا. لكن كمان في صفة ثالثة مهمة علشان احنا هنا النهاردة، اللي هي إن الإيمان ده هو إيمان فاعل ونامي. المرأة دي تخطى إيمانها مرحلة الكلمات. احنا بنقف في أوقات كتيرة قوي نؤمن بشفاهنا، والرب قال كده عن الشعب في القديم إن هذا الشعب يكرمني بشفاته أما قلبه مبتعد عني بعيدا. يعني بنقول يا رب يا رب يا رب، لكن أعمالنا ما بتقولش عليك. وزي ما بنحكي دايما إن احنا يعني معظمنا في شرقنا متدينين، بنحب ربنا ونتكلم عن ربنا، حتى لو كان الشخص حرامي بيتكلم عن ربنا وبيقول ربنا يسهل، ولما تفتح الخزنة ما يقول الحمد لله.
ده ايمان، يعني بنتكلم عن ربنا ونصدق فيه ونحكي عنه، لكن ده ايمان لا ينجح في الامتحان. كثيرون سيقولون لي يا رب يا رب في ذلك اليوم، ولكن هقول لهم انا ما اعرفكوش. ده ربنا اللي بيقول كده في كلمته، معناها ان الايمان ده مش هينجح في الامتحان، لكن امتحان الايمان اللي يتخطى مرحله الكلمات ويبقى في الافعال، هو ده الايمان اللي ينجح في الامتحان. المراه عملت كده، عبرت عن ايمانها، تخطى مرحله الكلام وجت للرب وسجدت وطلبت وانتظرت ووثقت ونالت. هو ده الايمان الفاعل النامي. عشان كده الرب قال ان كان لكم ايمان مثل حبه خردل، واحنا موجودين هنا في محل عطار وعندنا على فكره خردل مجهزين عشان تشوفوه، يقول ان كان لكم ايمان مثل حبه الخردل تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل. اللي عايز يقول الرب هنا انه الفكره مش بكم الايمان، مش بحجم الكلام، لكن بفاعليه الايمان مهما كان صغير. فالفكره انه مش مهم يكون عندكم ايمان كتير، مش ده اللي عايز يقوله الرب، لكن عايز يقول نوعيه الايمان. حبه الخردل هي اصغر البذور، دي كلمه ربنا في متى 13 بيقول كده، لكن متى نمت فهي اكبر البقول، لدرجه ان الطيور تاتي وتتآوى في اغصانها. وفيها صوره يعني فيها نوع من التضاد الطريف جدا. الحبه الصغيره دي اللي هي ممكن تكون موجودة على الأرض وتيجي الطيور تاكلها، في يوم من الأيام هتكبر وتبقى شجرة كبيرة لدرجة أنها تحتوي هذه الطيور. هو ده الإيمان اللي ينجح في الامتحان، الإيمان اللي يغيرك من أنك أنت بترى أشخاص معينين وأشياء معينة وكأنها عدوة ليك، لكن لما تكون قادر في يوم من الأيام تقدر تسامحها وتحتويها، لأن الإيمان ده فاعل في حياتك. وهي دي الدعوة لينا النهاردة، إن نمتحن أنفسنا، هل نحن في الإيمان؟ هل إيماننا واثق مثابر؟ هل تقدر تحط ثقتك في ربنا وتثق إن هو يسمع يستجيب يغيرك؟ هل إيمانك فاهم وواعي، ولا واخد الأمور كده وخلاص ومش عايز تدرس ومش عايز تفهم مش عايز تتعمق في العلاقة مع ربنا وإحنا بنعمل إيه الحمد لله؟ وهل إيمانك فاعل ونامي، ولا هو مجرد إيمان أقوال؟ تعالوا كل واحد فينا يمتحن نفسه، هل نحن في الإيمان؟